ولمتابعه الاوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم الينا مراسل اكسترا نيوز احمد عبد الرازق. اهلا بك زميلي احمد، واليك الكلمه حول اخر التطورات لديك. شكرا عمرو. من امام معبر رفح البري الحدودي الواقع بين مصر وقطاع غزه نرصد اخر تطورات الاحداث وحركه تدفق او دخول المساعدات الانسانيه الى داخل قطاع غزه. اليوم يمر 142 يوما على اغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني وسيطره قوات الاحتلال الاسرائيلي على مرافقه ورفع العلم الاسرائيلي عليه وتحويل ميدانه ساحته الى ميدان قتال ونقطه انطلاق لعمل الجرافات التي قامت بهدم البيوت والمربعات السكنية وإزالة عدد من الأحياء لتسير أو تسهل عملية تسيير آليات الاحتلال وشق الطرق لتيسير عمل آليات الاحتلال داخل قطاع غزة، لا سيما في وسط وجنوب القطاع، ما أدى إلى تقليص مساحة المدن والأحياء والبلدات داخل قطاع غزة، لا سيما تحديدا أيضا في مدن وسط وجنوب القطاع وتحديدا في مدينة رفح الفلسطينية التي تقلصت المساحات الآمنة الإنسانية فيها والتي بحسب المنظمات الأممية محاصر فيها أكثر من 1,900,000 مواطن. وقد خلف هذا وما أحدثه الاحتلال على الجانب الآخر من إغلاق الجانب الآخر للمعبر، خلف 12,000 مصابا وجريحا يحتاجون إلى السفر للخارج للعلاج الفوري، وعشرة ألاف مريض بالسرطان لا يجدون أماكن الجرعات التي يأخذوها للعلاج ولا الأماكن التي يتلقون فيها هذه الجرعات، نظرا لخروج 34 مستشفى عن الخدمة و80 مركزا صحيا أيضا خروجه عن الخدمة وهدم 700 بئر وخروجها عن الخدمة. هذا ما خلفه الاحتلال منذ إغلاق معبر رفح البري الحدودي، فضلا عن منع دخول أو عدم دخول المساعدات الإنسانية بشكل يكفي المحاصرين داخل القطاع. فاليوم لم تدخل إلا 25 شاحنة مساعدات تابعة لبعض المنظمات الأممية. لم نتأكد بعد فيها حتى هذه الرسالة من رفض عدد، كما تعودنا يتم رفض عدد أو نصف هذه الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم منذ أن انتقل العمل إليه من بعد 7 مايو الماضي. إذن هذا هو الوضع الإنساني داخل قطاع غزة منذ إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهذه هي آلية العمل على معبر كرم أبو سالم منذ أن انتقل العمل إليه. نقف في هذا المكان منذ قرابة 12 شهرا ونرصد هذه الأحداث ونرصد شح دخول المساعدات إلى المحاصرين داخل القطاع بلا غذاء ولا وقود ولا دواء ولا حتى مؤخرا خيام تقيهم المطر القادم. تفضل عمرو إذا كانت لديك أي أسئلة. زميلي أحمد عبد الرازق مراسل أكسترا نيوز من أمام معبر رفح، نشكرك شكرا جزيلا على ما وفيتنا به من معلومات.